السلام عليكم خوتي لي ديزا يوتيوبر. هاد لا فيديو نديرها خفيف ظريف، نرد فيها على الاخ عمر اديب، نقول له باللي هاد خاطش هذا وين شفت لا فيديو تاعو راهو يترجى في بوتفليقه باش يحمي المصريين اللي راهم في الجزائر. نفكرك من اسبوع انت واحد كنت تقول اللهم نكد على الجزائريين، كنت تدعي الحرب الاعلاميه انتم من اخترعها. اليوم ما انتم ما تحصدون إلا ما زرعتم، اليوم واش زرعتوا راكو تحصدوا فيه. أقسم بالله المجازر التي سوف تحدث في السودان أنتم الذي سيتكبد الخسائر هذه، وحتكتب على ظهوركم، لأن المصريين لسه لحد دلوقتي بيكذبونا على حتى الأموات اللي توفوا 8 جزائريين. احنا عندنا حتى الصور بتاع الأموات دول، ما فيش حد حيكذب على اموات، هذه ما تدخلش في العقل، مش حتى حتدخل العقل انه انسان يقول لك في اموات وما نكذبش في امور زي دي. اقسم بالله انتم من وصلنا لهذه الامور، انتم اللي وصلتوا روحكم، وحتشوفوا الجزائريين اللي راح يروحوا السودان مش الجزائريين اللي راحوا مصر. الجزائريين اللي راحوا مصر دول ناس عقال، دول دكاتره اكثرهم مش من الطبقة الراقية. دلوقتي مع وصول تذكرة إلى 5000 دينار جزائري اللي راح يروح للسودان، دول ما يعني خاوتي الجزائريين ما يديوهاش من عندي النقطة، راح يروحوا ثالث المجتمع اللي ما يشتغلش، اللي ما تبكيش عليه يمه، اللي أمه مش حتبكي عليه، مش حتعيط عليه، حيروح يتفرج. وقال لك مش عايزين كأس العالم، عايزين نرجع حق اخوتنا اللي توفوا في مصر. وحتشوفوا عمر اديب، I'm sending you this message. انا نبعث لك هذه الرساله ليك، انت من سيتحمل هذا وصرا لخوتنا الجزائريين والحرب اللي وقعت. دفعتني اني نقول انا ما نحبش نشم ريحة مصري، ما نزيدش نسمع بالمصاروة كاع، مصر نحيتها من الخارطة تاع دماغي، ما كاش مصر. هاك نجحت، أنت نجحت في أنك تكره إنسان جزائري كرهته في 80 مليون مصري، فيهم إمام، فيهم أستاذ، فيهم دكتور، فيهم صحفي، كرهتني فيهم كاع، وربي شاهد باللي أنا بيك أنت كرهتهم كاع، معليش راك نجحت. الناس راح يقولوا بلي انا مهبول، انا مقود، معليش ما يهمنيش. واش درتو راح واش زرعتو راح تحصدو، راح تحصدو. راني نسمع دوكا وكنت تسمعوا في لا فيديو ريدا سيتي ساز يبكي، باش تبكي راجل يحبلك، عشان تبكي راجل وقولوا دي اوانتا ودا كلام شوارع وكلام ما سمعتم به وقع في الجزائر اليوم ما هو إلا مقدمة لنهاية العلاقة الجزائرية المصرية. مش عايزين علاقات دبلوماسية. ضربت الفريق الوطني وكنا نتسطر على العلاقات الدبلوماسية، قلنا دول إخواتنا ودول أشقة وبنتنا تاريخ. اليوم أثبتتم لنا أنه ما فيش أخوة، ما فيش تاريخ في حرب أيما، وإحنا إن شاء الله حنكون قد الحرب. وأنا ما بحرض أي حد، أنا مش بحرض الشعب الجزائري. الشعب الجزائري أصلا دخل الأمر دماغه، مش حينقص منها حاجة. السلام عليكم.